أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة أخرى، وحديث الآن عن الإجراءات الاقتصادية القاسية وأيضا الإصلاحات الهيكلية التي لطالما تقاعست عنها الحكومات السابقة تخوفا من أثرها السلبية، ولكن الشعب المصري وقف خلف قيادته واثقا في رؤيتها وآملا أيضا في مستقبل أفضل، فبعد نحو عام هذه الإجراءات قد بدأت تؤتي ثمارها وأسفرت عن تعافي ملحوظ في أغلب المؤشرات الاقتصادية وتحسن أيضا النظرة الدولية للاقتصاد المصري وخلق مناخ جاذب للاستثمارات لتبدأ مؤشرات التنمية المستدامة في الصعود. للمزيد من التحليل والمتابعة والنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ خالد أحمد السيد مدير عام الإحصاءات المالية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أهلا بك أستاذ خالد. يعني بداية هنتكلم بشكل سريع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤشرات ما قبل وما بعد في لمحة أو إطلالة سريعة. هو أهم حاجة إن ما قبل قرار التحرير لسعر العملة المصرية في نوفمبر 2016 كان الوضع عندنا إن الاحتياطيات في الوقت دوت كانت في يونيو 2016 كانت 17 مليار و6 من عشرة. احنا في اكتوبر اللي فات وصلت ل 36 مليار و7 من عشرة. الارتفاع في الاحتياطيات دوت منشأه اكتر من حاجة. اول حاجة عندنا تحويلات المصريين العاملين في الخارج اترفعت من وصلت للوقت احنا بنتكلم في 17 مليار دولار تحويلات مصريين في الخارج. البورصة بعد ما كان الاجانب بيمشوا من مصر بمعدل 1.3 من عشرة مليار دولار، البورصة استقدمت 16 مليار دولار خلال السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي. ده كله أثر على الاحتياطيات اللي موجودة عندنا، إضافة إلى كده إن الاستثمار صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر اترفع بمقدار مليار دولار ما بين يونيو 2016 والفترة اللي يونيو 2017. كان المصدر الأساسي لأن الدول والمستثمرين يبدأوا يقبلوا على الاستثمار في مصر إن نتيجة الإجراءات الاقتصادية اللي اتخذت في الفترة اللي فاتت، نتيجة الاطمئنان لخطوات الإصلاح، نتيجة ثقة المؤسسات الدولية والقروض اللي بدأت تنزل للبلد. طيب بعد عام من الإصلاح الاقتصادي كيف تقرأ تطور أهم المؤشرات الاقتصادية خلال هذا العام؟ يعني هو أهم مؤشر هو اللي حصل إن بعد الإصلاح الاقتصادي على طول حصلت موجة تضخمية عالية جدا في البلد. وصلنا لأرقام إن إحنا في يوليو اللي فات كنا بنتكلم في 34% معدل تضخم. بدأنا في الثلاث أشهر اللي فاتت ينخفض لغاية الشهر اللي فات إحنا بنتكلم في 26.7 من عشرة. فبدأت الأسواق تعود لمرحلة 24. فبدأت الأسواق تعود لمرحلة الاتزان في الأسعار وبدأت المبالغات، لكن هو طبيعي جدا إن بعد مرحلة التحرر إن إحنا كنا هنعاني من كده، وطبعا البنك المركزي مستهدف إنه يوصل ل 13 خلال 2018. تمام. طيب خلينا نتكلم بشكل سريع كده عن مدى تأثير هذه الإصلاحات الاقتصادية وما تبعها من مشروعات قومية كبيرة على نسبة البطالة خلال عام 2017 بعد تطبيق هذا البرنامج. لا، هو البطالة كانت احنا كنا في السنة اللي فاتت البطالة كانت 12.5. احنا الربع الأخراني بنتكلم في 11% معدل البطالة بدل من 12.5 في 15-16. يعني انخفاض 1.5 يعني في خلال العام. لا، 1.5 ده مش رقم، ده رقم كبير طبعا. ما رقم كبير، انا ده احنا بنتكلم في المية، فلما نيجي نجزأ في المية دي لاعداد فاعداد كبيره بالتاكيد. لكن الاهم ان هنا ان احنا عندنا في السنه اللي فاتت البلد حركت في حركه استثمارات كبيره جدا. يعني احنا الاستثمارات في مصر السنه اللي فاتت في 2015 كانت 392 مليار جنيه. في 16-17 احنا الاستثمارات بقت 514 مليار جنيه. طبعا 514 مليار جنيه، فده رقم ضخم جدا طبعا. بدأنا نوصل ان البترول مثلا واخد حوالي 80 مليار، الكهرباء في انفاق عليها حوالي 71 مليار، الصناعه حوالي 50 مليار، 45 مليار بقت 47 مليار وهكذا. فالقطاعات النهارده في حركه نشاط في القطاعات، ده اثر على معدل النمو في الناتج المحلي. ان احنا السنه اللي فاتت كان النمو في الناتج المحلي عندنا كان 2.3 من عشرة، النهارده احنا بنتكلم في 3.6 من عشرة. في قطاعات عندنا بدات تعمل طفره
في النمو، يعني الصناعه رفعت من 8 من 10% ل 2.1%. السياحه كانت عامله سالب 29% السنه دي، عامله 3.9%. الاتصالات عملت من 10 ل 12، ففي حركه في القطاع. كل دي معدلات نمو في اهم الانشطه او القطاعات. احنا بنركز على اهم الانشطه طبعا، اصل الصناعه ده برضو مجهود، لان طبعا نتيجه القروض اللي بداوا يدوها للصناعات المتوسطه وتسهيل اجراءات الترخيص والحاجات دي كلها ساهمت في كل وايضا اجراءات الاستثمار الخاصه برضو. اجراءات الاستثمار دي بقى لها قصه ثانيه خالص، لان طبعا لو انت رجعنا هنلاقي ان في اكتوبر اللي فات في 2016 كان معدل تاسيس الشركات، عدد الشركات اللي اسست 1067 شركه. السنه دي احنا بنتكلم في اكتوبر دوت بنتكلم في 2454 شركه في الشهر، تحت تقريبا اكثر من الضعف، اكثر من الضعف 140%. ومهم كمان ان 87% من اللي بياسسوا المصريين، فمعناه ان حتى المصريين بداوا يقدموا على التاسيس والشركه في الانشطه. طيب حضرتك تقرأ ازاي تطور المؤشرات المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق أو يتصل بشكل مباشر بالمواطن كتراجع طبعا نسبة التضخم وغيره؟ يعني ده اللي بيشغل تفكير المواطن المصري، حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها عانى المواطن المصري قليلا من أو كثيرا خلينا نقول إحقاقا للحق من هذه الإصلاحات، لكن بعد الانخفاض حضرتك شايف يعني مدى عودة ده بالشكل الإيجابي على المجتمع أو المواطن المصري؟ هو بعد الإجراءات الاقتصادية اللي تمت لأنها كانت خطوة يعني جريئة، فلما اتخذت الخطوة كانت في اثار سلبيه على المواطن انعكست على مستوى المعيشه بتاعه، فارتفاع الاسعار والتضخم، فالدوله عملت جزئين اتنين. اولا انها ضعفت برامج الحمايه الاجتماعيه، لانها رفعت التموين للفرد من 21 ل 50 جنيه والتامينات والمعاشات. النتيجه ان هي كانت ماسكه مخطط ان هم في التسع شهور اللي فاتوا دولت يكون حجم الدعم 128 مليار جنيه، حجم الدعم وصل دلوقتي ل 201 مليار في 9 شهور. الفرق ده كله الدوله اضطرت تحطه عشان تخفف من عبء تاثير الاجراءات الاقتصاديه. في نفس الوقت الاسواق مرت بحاله عدم اتزان نتيجه المبالغات في ارتفاع الاسعار. يعني مش كل ارتفاع الاسعار نشا عن التحرير، في بعض ارتفاعات الاسعار نشات عن مبالغات الاخرين. فبدات الاسواق بالتدريج تعود للاتزان. البنك المركزي برضو عمل إجراء إن هو رفع أسعار الفايدة عشان يمتص الفوائد والدخولات اللي عند الناس، فأصبحت المعدل الفايدة رفعت من 9.7 اللي احنا بنتكلم في 18 و19% دلوقتي. ده برضو أثر على حجم الودائع اللي في البنوك وعلى حجم الإقراض اللي هينعكس بعد كده في تنشيط حركة الأسواق. طب يا فندم، يعني انخفاض نسبة البطالة وأيضا تراجع نسبة التضخم، شايف إن ده مؤثر بشكل قوي على المواطن المصري وعلى معيشته بشكل كبير ولا لسه؟ لسه أمامنا خطوات أخرى؟ لا لسه قدامنا خطوات، لأن هو الأول زيادة حجم الاستثمارات وزيادة حجم الإنفاق على المشروعات. بعد كده لما الاستثمارات هتبدأ تشتغل هيبقى الدورة تاخد دورتها الطبيعية. حجم الإنتاج هيزيد من ناحية، فهيعمل تخفيض على حجم الأسعار. وفي نفس الوقت المشروعات اللي هتفتح هتمتص فائض البطالة اللي موجود في المجتمع. وما بين الاتنين في مرحلة زمنية لغاية ما توصل لمرحلة التوازن. طب أنا هسأل حضرتك سؤال بشكل مباشر، هو الحقيقة مش سؤال مني بس، ممكن يكون سؤال من كل المصريين. خلاص عام كامل مر على هذه الإصلاحات أو الإجراءات الاقتصادية أو الإصلاحات الاقتصادية زي ما بنقول، فالمواطن المصري بيتساءل بعد هذا العام ما الذي جناه المواطن المصري؟ أنا جنيت إيه بعد هذا العام؟ لا هو بصي، هو البرنامج مش شغال سنة. أولا صعب إنك تقيم برنامج اقتصادي بعد مرور سنة واحدة على التطبيق. البرنامج شغال 3 سنين ل4 سنين. في المرحله الاولانيه وانت بتعملي مرحله التحول في اليات البرنامج بيبقى في مرحله ضغوط على الفئات، بعد كده تبدا الضغوط تقل لغايه ما توصلي للهدف اللي انت عايزاه. تمام. لو انت عاوز توصلي لنهايه المشوار مش هتقفي في الاول البدايه وتقولي انا حصلت ايه من اللي حصل.
انك انت عملتي طفره في الاداء الاقتصادي. بعد الطفره ديت تحمل عندي جزئين اتنين، جزء عبء اجتماعي وقع على المواطنين اكيد، وجزء اقتصادي عليه انشاء وانفاق، لكن لسه لحد اللحظه دي ما ادكيش الثمار. قدامك مرحله السنه او السنتين اللي جايين هيبدا تبقى فيه الاعباء تقل من هنا مع تدعيم للحمايه الاجتماعيه وتجني ثمار للي بتعمل فوقين طيب النهارده. يعني زي ما حضرتك بتقول في خلال عامين او ثلاث اعوام بحد يعني اقصى، طبعا اقصى يبدا المواطن المصري يشعر ب يعني يجني ثمار هذه الاجراءات. بنتكلم في ان بقول لك ان البنك المركزي بيستهدف النهارده ان يوصل السنه اللي جايه بمعدل تضخم 13%. طب هتتلخص في ايه بقى؟ اولا انخفاض زي ما حضرتك قلت اسعار السلع في الاسواق، وده يعني معناه انخفاض نسبه التضخم. لا انا برضو مش عايز نسميها انخفاض، يعني انت لا يوم يعني برضو عشان المواطن برضو يبقى فاهم القصه بالظبط كده. هو مش النهارده بيروح يشتري الحاجه دي ب 10 جنيه اقول له بكره هتروح تشتريها ب 8 جنيه ولا ب 9 جنيه. ثبات الاسعار طيب نقدر لا لا مش ثبات الاسعار، هو مستويات الدخول هترتفع. فتقدر تكفي فتمتص او تجابه الزيادات. معدل ارتفاع مستويات الدخول اعلى من معدل ارتفاع مستويات الاسعار، فبالتالي يبدا يحس المواطن بالفرق دوت. لكن بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الاستاذ خالد احمد السيد مدير عام الاحصاءات الماليه بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، شكرا جزيلا ليك يا فندم. مشاهدينا الكرام فاصل بعد الفاصل، مستمرين مع حضراتكم واخر بلف في هذه الحلقه بعد الفاصل.